Oh my gosh. Ah! What is this? I snapped. Oh, you should be here. يلا خبلت كلش انك قاعد وزاني نقيت بلاصتي صار شي تعزبل هذا نبيه معايا كل قاوي نرميه لعليه كلش واجد يكثر خيرهم الناس هذوما خلينا لهم البلاصة كيما كانت كيما لقيناها نخلينا حتى تفشى ونودع هاد المكان الجميل ويلا نقول لهم يعطيكم الصحة وبقى على خير. يلا نخرج عندنا تقريبا 120 كيلومتر للوصول الى العاصمة الساعة 7:30 مانيش عارف اسكون نقدر نلحق اليوم ولا نلحق غدوة الى قدرت ندير قبل الوحدة الى قدرت ندير 60 ولا 70 كيلومتر قبل الوحدة نقدر نلحق العشية ولكن انا حبيت نفضل ندخل العاصمة في النهار خير أبدأ بشي يكونوا عندي ليلوبان نعرف وين نحط راسي كما يقول نعرف وين نخبي راسي نعرف وين نقعد وين نريح. أوكي gotta go. Oh, you're leaving. Yes. I wanted to give you my phone number so you can send me the okay the video. You have an iPhone? Yeah. iPhone no. Okay, give me your number. شكرا لك صوتك تعطيك تصاور حكمة حكمة بيتين 747 بسم الله توكلنا على الله. Hello. How are you? Oh, bummy. قدميكم اغرب المأكولات اللي قدرت تلقاها في الجزائر. قدميلكم اغرب المأكولات اللي قدرت تلقاها في حياتك ياكلوها. هذا سنجار سنجار وهذه طبا هذه تلقاها ثاني في كوديفا. هذه طبا تاع اسمه تاع ليشون تاع الغابة هذا كان يتوكلوه سنجاب غابي يتوكلوه. عندك هذه ميني غزالة مسكينة غزالة صغيرة هذه غزالة صغيرة وعندك قبات هنا بأنواع خضراء. او ماي جاد
هذه كم سلخها ريشها قاع. أوي شوي فيها طبعا. الله أعلم هذه حلال. الله أعلم حلال. طبعا هذه تاع ال طبعا تاع التعليف تاع الغابة. الله أعلم حلال هذه. سنجاب ما على باليش. الله أعلم حلال. بون غزالة باينة. بصح تاكل سنجاب تاكل طبا. أو الغزالة الله الله. الحيوان هذا تقريبا غرب افريقيا لا ياكلوه. طب هذيك يعني في مالي الجنوب تاع مالي ياكلوه، و الحدود بين غينيا كوناكري وكوت ديفوار يعني اللي في غينيا كوناكري الحدود ياكلوه، يعني في شمال غينيا شمال غرب شمال غينيا كوناكري كوت ديفوار ياكلوه، والان في غانا تقريبا في افريقيا تقول من غرب افريقيا قاع ياكلوا هذيك الطبه هذيك. والله اعلم حلال. الله اعلم حلال ياكلوها نورمال. الله اعلم الله اعلم. المهم دوك انا مشدين طريق كملوا طريقنا نحو العاصمه. عاد بزاف ماشي اليوم نوصل، مستحيل اليوم تكوني نحبس بزاف وني بالك نوصلوا غدوة ان شاء الله باش ندخلوا في النهار خير احسن. اوه ماي جاد. What is this? I snuck you. Okay. What's the name for this? I just the clicks now. هذا تاكلوه تاكلوه. Oh my god. اوكي اوكي وقفت في المسجد هذا يا لبست فيه هذا المسجد صليت الحمد لله ورجعت شوية وانا كملت طريقي و اليوم ان شاء الله الى كتب ربي نباتوا في البلاصة هذه مع الطلاب الذي اسمها مدينة كبيرة هي وينبا تبعد حوالي 40 و 45 كيلومتر على اكرا. ما ندخلش اليوم اكرا بما انه اليوم ويكاند، ولو كان ندخل في الويكاند تما نطول بزاف في البلاصه اللي نريح فيها. انا ماشي نسكن نريح في المسجد ولا في ما على باليش ونعرف شنو نريح في اكرا. انا حاب نطيح في جبل سومات باش نمشي للسفاره تاع طوغو باش ندير فيزا وما نطولش في اكرا ونكمل فيها. هيا واش عليه انا غنطول بالك اليوم في المدينه هذه نشوف كاش ريستو ولا كاش على شط البحر ولا كاش جامع ولا كاش حاجه شي بلاصه مليحه هكا ولا كاش قريه ولا نغطوا فيها ريسالنا وغدا ما يعملها ربي تاعي. صعيبة باش تلقاهم البلاك لهنا ورقي الجامع فوق هنا شغل الشط مستردين من مشاش السياحة مش سياحة ان شاء الله تحفز هنا يا بحر يعني شكل البحر ازاي Hey.
عندها غير الدجاج، الدجاج ولا ما فيهاش، جبت غير الروز أنا، عطيني غير الروز، عطيهم لي كاع الروز، أنا اللي كيفيرو شوية، مازال بحال شوية، بس ما نخرج من نخرج من هاد لابيل هادي، ما بزاف بزاف كومبليكي، نخرج نشوف علاش، ناكل بعدا من هاربي تاوي، ضربت فيها زوج طباصات، والله البنين. حار شريكي حار بصح بنين الروز هذا فيه مقطع الخضرة الداخل وكاع والله غير بنين ضرب فيها زوج الله زوج طباصات الحمد لله ما فطرتش يا خو راهي الساعة قريب الخمسة سوسو ما فطرتش من القهوة راه شنو القهوة يا خو اتاي سبا اتاي بصح شنو حبة اناناس بدا منها انت كان خرج من هاد لافيل هادي هي عاود نحكم الطريق الكبيرة ان شاء الله نلقاو تما هي كاين كاين ما ماشي مشكل زعما جامي ما كان مشكل اللي رقات في افريقيا في غرب افريقيا تلقى وين تما تلقى وين تحط الخيمه ديالك سي اون افونسيو شويه دوك انا نقربو شويه طلعت لي لينير شي كيكير اقسم بالله الحمد لله علاش متغرب واحد الساعه ما لازم ما فيديو دوكا من بعد نخرجوا بك نوفيل هذه نحس بلي نهضر بزاف يا اخو هيا كاين القاوين اللي تعيطوا السلام عليكم خلاص كلشي تشوري غربت لقيت هاد البومبا ايسونس هضرت مع السيد قال لي حط لاطونت ماشي مشكل عندو لي سانيتير علاش عندو الما واحد يضرب فيها الدويش ما تقول ليش عنده دوش لا لا جمال والله يا غردوش شو راح الحفلة دا. الحفلة شريكي مرايا تشوف وجهك سلام عليكم سلام خاني نبقلص قاع هاي مريحة مالا تدويش هم بقى عطان تدويش هاد قام النار بوزيو الماكلة هذا وين كليت تما نرقد دينا بوزيو بشغل الصباح نوض بكري نهبطوا الأكرة شوفوا أكرة إن شاء الله أخير ستة ونص تاع الصباح طريق إلى العاصمة عدتنا حوالي 45 كيلومتر نلحقوا الأكرة إن شاء الله شروق الشمس الأخضرار أكسجين نقي هايلة الحمد لله الله بسم الله مرحبا بكم في عاصمة غانا
في أكرا. لكن هذه الجهات كانوا كأن الناس البساطة الزوجة الجهة هذه هنا يعيش البساطة هذا كنت دخلوا لها هنا يعيش ممكن يقول قلب قلب أكرا قلب شوية خارج على أكرا بعد حوالي 20 دقيقة هرجنا وصلنا له القلب العاصمة كاين ماراطون وقيل لا العمر شادي ولا جامي دخلت عاصمة كاش بلاد قلت الفتلي كيما هاد كيما غان والله غير قلت الفتلي واش ندير وين نروح كيفاش و وين معلنا عريت تعبوك يا عبو كيفا شريكي كيفا صباحية الفتلي في العاصمة كنت محوس وين بات محوس وين بات ما لقيتش وين بات رحت لواحد المسجد تاع الأتراك قالوا لي ما فيهاش ديرك بعد رحت لواحد المسجد تاع لي لوكو باش زعما مبات قالوا لي ما فيهاش وأنا جيت العاصمة زعما باش ندير فيزا ماذا قرايش تاع الفيزا سكسيت الناس اللي جازو منا قال لك روح ديرها في لي فرونتيا هاي تسمى ما عنديش وين بات دوكا بصح الحمد لله الحمد لله راه اتصل بيا واحد الانسان على انستغرام اسمه ريال بارك الله فيه قال لي عندي واحد فاميلتي وعايش تما في اكرا قال لي دوك نعيط له يبيتك يدي بانيك بليله ولا ليلتين ونكمل طريقي نكمل طريقي للطوب عندي ما ندير هنا اخو عندي ما ندير هنا انا دخلت لهنا ماشي زعما باش نفيزيتي ولا باش نشوفها ولا باسكو على بالي باللي ما عندي حاجه فيها ما عندي حاجه في الـ في الـ في الـ في نقولوا لي فيل الكبار هذوما هاي مالا طريقي ان شاء الله للطوكو مرخوص شويه نفس الباك حوايجي نقيهم قدام النوم 160 كيلومتر للطوكو وفي الطوكو كي سقسيت قال لك راح دير الفيزا تما في لي فرونتيير خير قال لك غير ما يشقاش لهنا لومباسات راح ديرها في لومباسات باسكو بري واحد وراح ديرها في لي فرونتيير ديريكتومون خير باكو شنو ديفيرونس بين هنايا ولي فرونتيير سي كلي فرونتي هذا 15 يوم وهنا ما ندولك شهر وانا ما عندي ما ندير بشهر في الطوب 15 يوم تكفيني الدنيا ما فيها الدرون ما تقدرش تطلعو باسكو الله يلوفر قريب ابي شي لمان دوك نسقسي هاد الجزائر اسكو نقدر نطلع درون باش نشوف لي نشوف الوقا واذا ما كاش جامي تلفت لي في حياتي شريكي في كابيتال كيما اليوم شوف نواكشوط داكار غينيا كوناكري
فري تاون في سيراليون في ليبيريا في مورنوفيا في كوت ديفوار في ابيجون هنا في غانا شريكي في اكرا تلفت والله غير تلفت معليش في اخر شريكي اكسبيريونس هاينه تاع تدخل البلاد على شو صاري و... واللي كتبها ربي مرحبا بها وهذه هي لافونتير شريكي وهذه هي المغامره وان شاء الله فيها خير هيا قال لي استناني لهنا قدام المول هذا يو. قال لي دوك نجيك ان شاء الله برك ما نجينيش وما نديرونجيش و باليش والله ما نعرفو شغل هذا بعثني لهذا هذا بعثني لهذا باش نحط السيد هذا ان شاء الله ما نكونش ديرونجيت هيا دوت سيت هذا واش نقدر نقول لكم الحمد لله لقينا وين نسترحو نروحو في المكان الجميل هذا في اكرا نقضوا حوالي يومين او ثلاثه باش ما نكثروش بزاف على الانسان هذا يكثر خيره وبارك الله فيه وربي يحفظه اذا حتشوف الفيديو هذا بارك الله فيك وكاينه حاجه ديجا قبل سمحوا لنا باسكو كان كاين صون كاع ماشي مليح كاين واحد البرويطاج ما فقتلوش حتى كي بديت دوكا كان ندير في المونتاج باش فقت باللي كاين البروي هذاك وسمحوا لنا بزاف باسكو ما فيش حل والله ما في حل مي بالك ما كنتش داير الجو برو مليح مع الفيبراسيون كاع كان يصرا واحد الصون اللي ما على باليش منين كان يجي ان شاء الله خطا ما يتكررش وخاصه حبيت نهضر على واحد الحاجه صرات لي ديجا في الفيديو السابق تاع ابيجون كاين ناس بزاف قالوا لك قالوا لي زعما علاش ما بريزونتيش السيد يا خو كاين خصوصيه الناس وكيما يقول لك لافي بريفي تاع الناس وني با اوبليجي نقولوا للناس واش تخدموا ولا واش راكم ديروا هنايا ولا شغل كاي واحد مختلف في الغربه لو كان جا الانسان هذا عايش في اوروبا هل راح نطرحوا عليه هذا السؤال نقولوا له واش راك دير في اوروبا دير في واش دير في فرنسا ولا دير شيء طبيعي راه جاي خدام لهنا ويسترزق كاي واحد في الدنيا هذه كل واحد ربي وين 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 عطى له رزقه وين ويكتب له رزقه وجاي يسترزق والله يعاون كل واحد في الدنيا هذه هذا ما كان تما وني با اوبليجي ماشي لازم نقولوا السيد واش يخدم ولا واش يدير هنايا ولا لازم يبريزونتي روحه كاين ناس ما تحبش تبان كاين ناس تحب تخلي هاد العفايس ليها هي كاين دونك نحترموا اراء الناس وحياتهم الشخصيه من ندخلوا لهم هما بعاد على السوشيال ميديا حنا نجيبوهم للسوشيال ميديا ما كيما يقول لك ما كاش كيفاش انا شخصيا ما نقدرش نديرها واللي يحب يبان كاين الناس متحب كيما كاين واحد الانسان ابو بكر خويا ابو بكر هذا الانسان تلاقيته في ليبيريا بالسيف باش دار معايا سيلفي حتى قلت له سوفينير لي غاردي عليا شغل دي جست على ليبيريا ولقيت جزائري وصورت معاه كاين ناس ما تحبش يا اخو كاين ناس ما تحبش السوشيال ميديا كاين ناس ما تحبش تبان ما تحبش تعرف باللي راهي في بلاصه هذه ولا تخدمها هنا نخدم هنايا ولا دير anyway المهم اليوم الحمد لله لقينا وين نخبيو ريسانا بعد ما كان تالفه ما كانش على بالي كاع واش حندير باسكو جينيرالمون لي بي انغلوفون في البلدان اللي نطقوا باللغه الانجليزيه ما تلقاش لي زالجيريان بزاف مي الحمد لله لقينا الحمد لله يكثر خير خويا رياض هو اللي بعثني عند الانسان هذا وهذا الانسان ما يعرفني ما نعرفو ولا مره شفتو في حياتي ولا مره ما يتابعني في انستغرام ما نعرفوش كاع شغل فلان كونتاكت فلان وفلان كونتاكت فلان وفلان كونتاكت فلان حتى لحقت لهنايا والحمد لله يا ربي وكثر خير ربي ودوكا نروحو نعملو جوله في اكرا نشوفو واش كاين في اكرا فيزيت خفيفه ونقعدو حوالي يومين نرتاحو برك لهنايا ونشدو طريق ان شاء الله للطويله كتب ربي يلا نديكم معايا نخرجوا كاين واحد لاسوسياسيون واحد الجمعيه لهنايا تاع سكيت بورد والسيرف ممكن نضربوا جوله ليهم نعملوا جوله عطاوني كيف الكونتاكت تاعها قالوا لي تحب تروح تزورهم ولا حاجه مليحه تاع لي جان افريكان قدام منا بارطاجي معاهم مع الناس باللي كاين الناس في افريقيا يديروا هذا الشيء نروحوا نشوفوهم نزوروهم ومن بعد نعملوا جوله في المدينه وهذا مكان رانا لحقنا كوميونيتي everything Alors, on est où? Eh bien, on est à Vibrate. C'est un espace de coworking pour les jeunes. C'est aussi un espace où on fait du skate.
Bref, on accueille en fait tous les jeunes d'Accra pour, voilà, pour apprendre, pour se rencontrer, pour jouer. Et en fait, moi j'ai lancé le projet en 2021 et l'idée c'était de créer un espace récréatif en fait, au sein de la ville. Voilà, tout simplement parce que je me suis rendu compte que les jeunes, ils avaient envie de créer et faire plein de choses, spécialement les artistes. Et puis aussi les skateurs, mais ils n'avaient pas d'espace pour se retrouver en fait. Donc en fait, l'objectif pour moi, c'était de créer une infrastructure où en fait les jeunes ils peuvent venir quand ils veulent, se retrouver, c'est gratuit et ils peuvent voilà, créer des skateparks, ils peuvent discuter, ils peuvent travailler ensemble, ils ont accès à internet, ils peuvent se reposer. Tous les gens qui viennent ici proposent des activités, des sujets et on travaille ensemble sur les initiatives, on essaie de les développer, de trouver des partenaires, etc. Et voilà, et donc du coup, en fait, on a construit un skatepark, on a construit Vibrate Space et les deux communiquent ensemble. Et le projet, c'était d'avoir en fait un espace où les jeunes peuvent pratiquer le sport et améliorer leur bien-être et en même temps avoir un espace où ils peuvent travailler et rencontrer la scène artistique d'Accra. Et donc en fait pour ça, l'idée c'était, on a imaginé en fait quelque chose d'assez simple, c'était tu skates et après tu peux venir au studio enregistrer des sons, tu enregistres des sons et tu peux après ensuite venir apprendre à skater, on organise des événements, des fêtes, les gens peuvent écouter ta musique si tu es un jeune artiste, tu viens d'enregistrer ton album, t'as pas d'argent. C'est gratuit. Ouais c'est gratuit. C'est gratuit. Donc l'idée c'est, en fait pour t'expliquer, moi je pense au... et je pense qu'il faut qu'on crée plus d'espaces gratuits pour la jeunesse. En fait, en Afrique, il y a beaucoup d'initiatives, mais la plupart, elles sont privées et elles demandent des budgets qui sont très, très importants et les jeunes ne peuvent pas avoir accès en fait, à ces infrastructures. C'est un format qui fonctionne super bien en Afrique parce que, par exemple, une planche de skate, personne ne peut vraiment s'acheter une planche de skate. Une planche de skate, ça coûte 100 euros. 100 euros, c'est l'équivalent de quasiment 2 mois de salaire. Vraiment, d'encourager la pratique sportive, mais aussi de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner un accès facilité au sport, en fait. Et l'idée, c'était pas de faire tout gratuit, parce qu'à un moment donné, on a des charges, on peut l'électricité, voilà, le staff, exactement. Etc. Mais on se disait, que voilà, comment on peut trouver un juste milieu. Et en fait, pour faire ça, ben, on a embarqué plein de marques. On n'est pas vraiment perçu comme une association, on est perçu comme un mouvement, ici. Ouais, et les jeunes, ils sont fiers, en fait, tu vois, d'être là, de monter leur propre projet. Ils gagnent en confiance en soi et en fait après je trouve qu'ils sont même plus à même de créer leur propre projet professionnel ou personnel et ça me fait super plaisir. Maison, on se respecte tous, on nettoie la maison nous-mêmes, on en prend soin, on la développe, etc. Et je pense que c'est aussi une prise de conscience pour les jeunes de dire c'est à vous, c'est fait par vous, pour vous, voilà. Donc voilà, donc bienvenue Vibrate. Donc ça c'est un espace de travail où les jeunes tous les jours ils viennent, ils travaillent sur leur projet personnel, professionnel. Il y en a qui écoutent de la musique, il y en a qui vont travailler, il y en a qui sont sur YouTube, il y en a qui font aussi beaucoup de recherches. Donc c'est assez intéressant. Et là on leur apprend par exemple à travailler sur les outils gratuits. Par exemple Office, Google Drive, etc. Tous ces outils pour apprendre à rédiger, apprendre à s'organiser, etc. C'est plein d'outils différents qu'on va leur mettre à disposition. Et on va essayer de les former et de travailler justement à améliorer l'organisation.